عسلامة ومرحبا بكم في دبر عدد 27 من شهر سيدي رمضان. سيب في مقعد ما مازال 3 أيام هكاهو، إن شاء الله ربي يكون تقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اليوم إن شاء الله باش نعمل مقارونة بالحوت. أول حاجة باش نعملها باش نفوح الحوت ونخليه في لفاح متاعو هكاكا باش يجي أبن. عندي كعبة بوري نظفتها قصيتها على 4 طروف، والراس هذايا خليته على خاطر يسيب المطعم. دونك توا باش نفوح باش نحط شوية ثوم، خمية ثوم مش هذايا الكل للمقارونة، باش نطيب بيها حاجه اخرى، باش نطيب بيها الشوربه ان شاء الله. دونك كميه الثوم باش نقسمها ما بين المرقه صوص المقارونه وما بين الثوم، باش نحط تقريبا 2 سنون هكاكا، باش نحط شويه تيبل، مغرفه كمون. كي مش تحط الكميه هذه نتاع الكمون، راهو الحوت يلزم نحطوه في الاخر قبل ما نطفيو على الصوص. كين باش تطيبوا الحوت وتنحيوها على جهه وتكملوا تطيبوا الصوص نتاعكم ما تحطوش الكمون. علاش الكمون؟ لازم يتحط في الاخر باش ما يسيبش المراره نتاعو. انا بما اني الحوت نحطه في الاخر كي قريب كي سيب تيب الصوص، معناها جوج 5 دقائق باش يتيب فيها الحوت نحطه ونفوح بيه الحوت. دونك شويه فلفل اكحل وملح، والملح هذا اللي باش نحطوه نقراو حساب بلي احنا حطينا الملح في الحوت. دونك من بعد كي الملح والصوص ما نحطوش برشا ملح، نخلط ولهنا باش نغطي الحوت ونرجعه للفريجيدير نخليه في البرود اخر وقت بعد ما تطيب الصوص. نجبد الحوت ونوريكم كيفاش باش نحطه في الصوص. باش نبدا نطيب في المقارونه، خديت الكسرونه حطيت فيها الزيت كالعاده، الزيت اللي لقيت فيه الفلفل هذيك اللي باش نطيب بيه. توا باش نحط طماطم، باش نحط مغرفه، اثنين ماهيش مقاومه برشا راهي المغرفه، ونص نحط شويه هريسه عربي، شويه ماء باش ما تحرقش الطماطم، ونخلي الطماطم تتقلى على نار هاديه. خليو الطماطم بالباهي باش ما تجيش قارصه، خاطر كما تعرفوا مقارونه بالحوت ما تستحقش باش تطيب برشا، دونك نخليوها بالباهي. لهنا الطماطم هيك قاعده تتقلى، توا باش نفوح باش نحط 3 ورق قرنت، نزيد 3 فصوص ثوم، نحط الملح كما قلت لكم قريت حساب الملح اللي حطيته في الحوت، كركم، ونخليهم يزيدوا يتقليو شويه على كيما قلت لكم على نار هاديه، سينو نزيدوا شويه ماء. هني الطماطم هيك تتقلى، خرجت ريحه الثوم والرند والفحات. تو باش نزيد الفلفل الاحمر، كيف العاده ديما نقول لكم الفلفل الاحمر ما تقليوهوش راهو يسيب المراره. دونك نحط الفلفل الاحمر تخليطه صغيره ونصب كيس ماء هكاك بريسك. هنا باش نزيد مغرفه تيبل، وعندي حبق كيما تعرفوا الحبق يبان برشا المقارونه، انا عندي حبق شايح باش نحط حبق شايح، كان عندكم حبق فريشك يكون احسن. نغطيها ونخليها على نار هاديه تاخذ غلوه اخرى مده دقيقتين 3 هكاك، اما على نار هاديه. لهنا كل شيء خذي غلوه به بالحق، باش نحكي لكم على الريحه تاع الصوص، بنينه بنينه برشا سورتو كي زدتها الحبق، زيد بالحق الحبق يعطي اضافه كبيره في المقارونه. ديما كي تطيبوا مقارونه اي نوع حوت لحم دجاج، كي تطيبوا كان عندكم الحبق حطوا شويه احبق. توا باش نمرق مانيش باش نمرق برشا، خاطر كيما تعرفوا الحوت ما يستحقش برشا اتياب. توا باش نغطيها ونخلي الصوص اتيب، كي قريب اتيب نرجع لكم نحط الحوت مع بعض. وتوا باش نطيب شوربه، باش نطيب شوربه لسان عصفور بالكورفيت. خليت مغرفه طماطم، شويه بصل مقصوص جويف، شويه هريسه عربي، وشويه ثوم، نخليهم توا هكا مع بعضهم. نصب شويه ماء باش ما يتحرقش،
ثاني طماطم هكا قاعده تتقلى، تو باش نفوح باش نحط ملح فلفل اكحل شويه تيبل فلفل احمر وكركم، نخلط. ولهني باش نمرق فرد المره كيما العاده، كل ما نعمل نطيب اي حاجه بالكروفيت ماني باش نقشرها، ناخذ الكروفيت بقشورها و الكروفيت هذيك نطيب بها، والقشور نغليهم في الماء هاكا شفتوا، نغليهم في الماء هكي كتجي فيه وحابل بدي حتى تحطوا فيها كعبات كروفيت مش برشا، بالطريقه هذه تجيكم فيوحه على الاخر. عملتها معاكم برشا مرات الطريقه دي، على ديك ما عودتهاش معاكم توا هكا هاو توا. باش نغطي الطنجره ونخليها تطيب، وما تطيبش برشا راه فيسع فيسع، مده درجين ربع ساعه هكاك ونرجع لكم. هذه الشوربه بعد ما خليتها ربع ساعه هكاك تغلي على نار هادي ماهيش نار عاليه هيك نقصت في الماء، توا شنو باش نعمل؟ باش نحط الكروفيت قشرتها وقصيتها هكاك على زوز، كما قلت لكم باش نعمل شوربه لسان عصفور باش نحط شويه شوربه. نسيت ما حطيتش قبيله لا كلافز لا معدنوس، راه بما اني نسيت ما حطيتهمش من الاول، وانا ما نحبش هكا تقرميشه لا نتاع الكلافز ولا نتاع المعدنوس، على ذيك وليت ما حطيتش الجمنه، اما كيما تعرفوني مستانسه نحط. هنا كالعاده باش نتفقد يا ترى كميه الشوربه باهيه والا لا، ناقصه شويه نزيد. هاكا شفتوا كي نهزوا المغرفه هاكا نلقاو كميه باهيه نتاع شوربه كها. دونك تو باش نغطيها 5 دقائق تطيب الشوربه، وزيد هكا الكروفيت تطيب شويه وزيد تسيب المطعم نتاعها، وهكا تكون الشوربه نتاعي حاضره. هنا باش نعمل البريك، نحيت كعبيت كروفيت من مش من نتاع الشوربه، وباش نعمل بريك بالعظم باش نعمله بالكروفيت. خديت المقله حطيت فيها شويه زيت كيما قاعدين نشوفوا، حطيت خديت شويه بصل قصيته هكيك جويد وخليته يتقلى في الزيت هذاك. ولهنا باش نزيد هكا طرف كروفيت قصيتهم هكيك تريفات صغار باش نقليهم فك البصل والزيت هذوك باش يجيو فواحين. ولهنا باش نملح شويه ملح شويه فلفل اكحل، ولهنا باش نحط شويه معدنوس. نخليهم على النار شويه مش برشا، راه مده 3 4 دقائق هكيكا ونصفي عليها. وهذه هي صوص المكرونه، نقصت كما قاعدين نشوفوا نقصت من الماء بالباهي وبدات تعقد ووقفت على زيتها. تو باش نحط طروف الحوت يتيبو، ما نطيبهمش برشا كيما شفت ماهمش كبار برشا، مده 6 7 دقائق هكيكا ويكونوا طيبين. وبطبيعة اللفيحة هذايا اللي قعد باش نحطو، كي نحط الحوت ما نحرقوش كيما انا تو باش نخليه 3 دقائق هكيكا، ومن بعد باش نقلبو على الجهة الاخرى باش يطيب بالباهي، وما طاب الحوت الا ما تكون الصوص نتاعي حاضر. ولهنا كالعادة قصيت سلطة خضراء، قصيت خس وطماطم وفقوس وفوحتها شوي ملح شوية فلفل اكحل زيت وقارس، ولاني حطيت فوقها حبيت على قرون فلفل بلعبيته حطيتهم فوق سلطة وكعبات زيتون. ولهنا هذه الحشو اللي قبيله اللي حضرته معاكم، زدت شويه جبن وكعبات كبار والكروفيت زدت قصيتها شويه، وطيبت بريك هكيك مربع وحطيت الحشو في الوسط. وكما شفتوا ديريكت باش نقليها وكنحطها في المقلة، اول ما نحطها في المقلة نسكر الجناب هكيك ننزل عليهم بالمغرفة ولا بالفرشيتة باش يتسكروا الجناب، تلحم الملصوقة على بعضها هكيك الكعبة تقعد لداخل وما يخرج الحشو، وعادي نكمل نقليها. هذه المقارونة بعد ما حضرت الصوص حصمت المقارونة، شوفوا قديش قد ما نحكي لكم على بنت المقارونة اللي جات بنينة، شوفوا قديش مشخخة بالصوص جات
بالحق روعة أنوثتكم ومجاهيكم. هذه الشربة متي ما تضحكوش علي عاد اليوم شربتي لا بلا لا معدنوس لا كلافس أما جيت في وحق بالكدا. هذو ما كعبت البريك بعد ما قليتهم حديتهم يتقتروا وحديتهم فسحا. هذا هو كان شقان فاتي اليوم، اللهم أقدمها نعمة أحفظها من الزوال. عملت شربة بالكروفيت مع مقرونة بالحوت وكعبت إبريك وقصيت سلطة خضراء. هذا هو كان شقان فاتري اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكون حصلت الافاده. وطوم قعد لي كان نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي وبسلامه.